بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يتابع الروح القدس الوصايا اللي اداها المسيح للمجد للتلاميذ والرسل الأطهار علشان يقدروا يتمموا الرسالة اللي استأمنهم عليها المسيح. زي كنت بقول مرة فات، الرسالة تفوق إمكانيات الإنسان. جماعة صيادين بسطة يطلب منهم يكرزوا للعالم كله، ده بالكاد معظمهم ما كانش خرج برا الناصرة دي. كيف استأمنهم الله؟ زي ما بقول والروح القدس بيرشدنا، هو زودهم بإمكانيات استطاعوا بيها إنه يحملوا الكرازة للعالم كله. وإن كانت الكرازة متعطلة الأيام دي، فأنا برجع للإمكانيات اللي اداها لهم وبراجع نفسي، وأتمنى إنكم تعملوا كده برضك. تقول ما احناش كارزين، أقول لك ما النهاردة لا يكاد بيت إلا وفي شابة بعدت قريب. ما افتكرش عيلة مننا ما فيهاش شخص بعد. طب ليه؟ وفين دورنا إحنا ككارزين بملكوت السموات؟ فأنا هرجع تاني على الأصول اللي زودهم المسيح ونجحوا، ونراجع نفوسنا. أول حاجة زودهم بالفقر، زي ما قلت المرة اللي فاتت، مش الفقر المادي، فقر إمكانيات الذات. قال لا مزود ولا فلوس ولا عصا. طب ما الإيه؟ اتكال على الله كامل. الحاجة الثانية اللي بتلفت النظر، انه التلاميذ المسيح ما ادهلهمش اي حاجة مكتوبة. يعني زي كنت بقول برضك انه لما ربنا بعت موسى اداله وصايا مكتوبة، وبعدين كان يقول للشعب اكتبوا الوصايا دي، حطوها على بين عينيكم، اربطوها على ايديكم، اربطوها على حطوها مكتوبة على الابواب، باب البيت وانت داخل مكتوبة عشان تقراها وتفتكرها. طب المسيح ما اداش اي حاجة مكتوبة للتلاميذ، لكن اداهم ذاته هو يعيشوا بيه، وده اللي ناقصنا النهاردة. الكلام كتير، لكن المسيح في كرازة التلاميذ اعتمد على حياته اللي ادها لهم هم، والتلاميذ عاشوا بحياته. بطرس الرسول يقول لك الذي لي اياه اعطيك المسيح. بولس الرسول يقول لا احيا لا انا، من مين؟ المسيح اللي فيا. ما احوج انسان اليوم انه يعيش بيدي. يعني انا اشارك معاكم اللي في العالم منزعج قوي النهارده، حتى الكنيسه، حتى الإكليروس منزعجين قوي 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 على الخطايا والشذوذ والترانسجندر. ليه؟ إيه الجديد؟ مش قادرين ندرك الذي معنا أقوى من اللي علينا. مالنا مسكين وخايفين قوي قوي من العالم وظلمة العالم. طب راح فين النور؟ كل خطايا العالم ظلمة، والظلمة ما هياش حقيقة، الظلمة غياب النور بس. لو نتمسك بالنور ونتمسك بالإنجيل بتاعنا، مش المكتوب المعاش في حياتنا. من إنجيل النهاردة، المسيح زودهم بسلاح بيغيب عننا كتير. شافهم المسيح للمجد التلاميذ بيتكلموا
بينه وبين بعض مين الأعظم منه. وفي إنجيل تاني قال إنه صار بينهم مشاجرة مين الأعظم. طب إيه سبب الخناقة دي؟ طبعا سبب الخناقة إنه المسيح يعني إدى بطرس كتير، بطرس الرسول مرة يقول له روح اصطاد والسمكة اللي تطلع افتحها وطلع وادفع عني وعنك، فدخل في فكر التلاميذ عني وعنك ده اللي بعديه على طول. مرة تانية يسأل المسيح الناس بتقول علي ايه، بطرس الرسول انت المسيح، يقول طباك يا سمعان ابن يون لحما ودما لكن ابي اللي في السماوات. تلاميذ الاب بيتكلم مع بطرس، ياخدوا التجلي، ياخدوا في إقامة ابنة ييروس، فدخل في التلاميذ اشمعنا من اشمعنا دي. طبعا اللي كان محرك، بس عشان تعرفوا تاريخ، اللي كان محرك الروح الوحشة دي كان يهوذا. ليه؟ لأنه يهوذا كان يهوذا الإسخريوطي اللي سلم المسيح، كان سنا أكبر من بطرس، فكان حسب التقليد اليهودي مفروض هو اللي ياخد المسيح. صحيح اداله الصندوق، فكان الروح دي وحشة. طب أسأل سؤال بس قبل ما أدخل، هو المسيح لما اختارهم ما كانش عارف نفوسهم والضعف اللي فيهم ده؟ طبعا كان عارف. طب ازاي اختارهم؟ اختارهم على أساس إمكانياته هو، انه قادر انه يغير طبعه، وطلع صح. إمكانيات المسيح لا تعتمد على إمكانياتنا احنا، بالعكس. ليه بقول كده؟ لأن اللي عاوز يبقى تلميذ ليسوع المسيح اوعى يقول أنا فيا، أنا وحش، أنا ضعيف، أنا ما عرفش. أبدا، لو قلت كده يبقى بتنكر أنت إمكانيات المسيح. أديكم مثل تملي أقوله كده، ولد في المدرسة خايب خالص، ينقلوه من مدرسة لمدرسة لمدرس ومدرس، ما مش فاهم حاجة خالص، وبعدين يشوفه واحد مدرس يقول هاتولي الولد ده، يقول هتعمل فيه، لا أنا هعمله أحسن ولد في الجيل بتاعه. طب على أي أساس الراجل المدرس ده بيقول كده؟ على أساس هو عارف علمه، عارف. مش مهم الولد بيفهم ما بيفهمش، أنا هخليه. هو ده المسيح. كل المحتاج مننا إن إحنا نتحط تحت إيديه، مش بلا أي إمكانيات. وإيه دي؟ الإنجيل. نحط نفوسنا تحت الوصية. وياما ناس في تاريخ البشرية، حتى في الولايات اللي إحنا عايشين فيها، قصص مدهشة. يعني مثلا في واحدة مدرسة أنا عرفها، يعني ابنها يعني متأخر خالص، داون سيندروم، هي سابت التدريس وقال لك أنا لازم أخليه أحسن واحد بالإمكانية. اتخرج من هارفارد. إيه ده؟ إن كان البرزيستنس بتاع أم تعمل كده، ما بالك بالله اللي نفسه نبقى قديسين. ايه امكانيات الله؟ كل واحد يقولك لا طبعا ده الله قادر على كل شيء. ايوه، طب ومش قادر عليا؟ زي ما وقفوا رؤساء الكهنه على الصليب يتريقوا ويقولوا خلص اخرين اما نفسه فلم. طبعا لا، هو مش كده، هو خلص اخرين ولكن انتم معرفش يخلصكم، لانكم انتم اللي مش عاوزين. فداء اللي كان ممكن انه يطفي الكرازة الجلسي، ومين اعلى من مين. وانتوا بتسمعوا كنيسة يختلفوا مع بعض، ان كانوا كهنة ان كانوا شمامسة، بتطفي الروح فيها مين الاعظم مين الاول. فدعا طفلا واقامه في وسطهم، هو كان على نفسه، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات.
ده هم بعتهم يكرزوا بملكوت السماوات. قال لهم إياكم والروح دي. في إنجيل مرقس مرة قال اللي عاوز يبقى الأول خليه الآخر، اللي عاوز يبقى كبير خليه خدام. كلام دوت بقينا حافظينه ونقوله لكن ما بنعيشوش. عشان كده الكرازة تاني متعطلة، وأنا مش بكلم على كرازة العالم، بكلم على جوه عائلتنا جوه الأسرة. اللي أرجع تاني وأقول ما فيش أسرة ما فيهاش شاب شاب راجل كبير بعده خالص عن المسيح، ده مين يجيبهم؟ الكاهن يجيبهم، واحد مننا اللي قاعد النهاردة وياخد كلمة المسيح بحق ويتضع. أنا حدي تدبير بسيط لينا نقدر فيه، إيانا كلنا من كلمة شمعنا دي، هل ممكن؟ ما بيصعب علي خالص بعد الوداس يقول لي إيه واحد شمعنا فلان خد قربانتين وأنا خدت قربانة وأنا أقول إيه بس ده يا ربي. بلاش حكاية شمعنا دي لو سمحت. ليه؟ هو اللي خد دوت، لو أنت روحك ارتفعت وشفت عضو في جسمك عمرك ما هتقول اشمعنى دي ابدا. بس شفته يعني مش عاوز اقول الكلمه، بس مستوانا بقى بينزل، ده احنا عاوزين نرتفع. بلاش اشمعنى الشمامسه، اشمعنى فلان اللي يقول، اشمعنى فلان ليه بس. تعبت الكنيسه وتعبت الكرازه وتعبت المسيحيين وتعبت البيوت والعائلات. ده لو بطلنا كلمة اشمعنا دي، اشمعنا فلان يسأل على فلان ما يسألش، اشمعنا ما سمعتوش كلام المسيح، لن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا فهو العظيم في ملكوت السماوات. طبعا الحاجة اللي لازم نوعاها هو دخول ملكوت السماوات دوت. أرجو أن احنا ننتبه، ده في إيدينا. يعني اللي هيدخل واحد ملكوت السماوات إحنا، واللي هيحرم واحد من ملكوت السماوات إحنا. إحنا جماعة، اللي كنا في الكنيسة اللي كنا في العيلة، اللي هيقدر يسامح ويحب ويغفر دخل ملكوت السماوات. واللي زعل من واحد وخصمه مش راضي يصالحه اتحرم من ملكوت السماوات. يا للعجب، بقى ملكوت السماوات ده كله في ايدينا احنا. ما هو قال كده، ان غفرتم اغفر، ان احسنتم للمحتاجين كانكم احسنتم الي. وافتكرها لكم دي، كنت جوعان اطعمتموني، مريض زرتموني، عريان كسوتموني. ملكوت السماوات في ايدين اللي حوالينا، اللي هيشهدوا معانا او ضدنا. كنت بقول امبارح يعني السمير الصالح ده، الراجل اللي اتعرى واتضرب هيقف يشفع فيه. لعازر والغني، بالك لو الغني ده كان حن على العازر، كان وقف لعازر وتشفع عنه. احنا كده، اللي هيشفعونا في السماء. مش قصدي حاجة، ماري جرجس وماري مينا والعذراء حلوين، بس اللي هيشفع لنا أكتر الغلبان اللي ساعدته، اللي أساء ليا وغفرت له، دول أكتر شفعة هيبقوا لينا في السماء. من قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني، هي دي الآية. إحنا اللي هيبقى الواحد قبل المسيح، اللي يغفر الواحد غفر خطايا هتتغفر. من يقرض الفقير يطعم الرب. بص الآية، طب أنا أدي فقير أطعمت الرب. ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين، إيه العثرة؟ العثرة نمرة واحد، هو من الإنجيل أتكبر على أخويا، أنا الأعظم، أنا 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 حصر. بلك التلاميذ لو كانوا بيتخانقوا مع بعض
كانت الكرازة تنفع. ده سر نجاح الكرازة كان في اتضاع التلاميذ ومحبتهم لبعض. يقول لك في البداية انه كانوا كل شيء مشترك وكانوا بروح واحدة. فكان العالم اول مرة يشوف، هم متعودين على الرؤساء الكهنة اللي بيتخانقوا. والدليل ايه؟ رؤساء كهنة، فيش حاجة اسمها رؤساء كهنة، هو واحد ولا ما هو واحد يتخانق مع واحد يشيله السنة دي ويجي السنة الجاية ويدفع فلوس. فالشعب اتربى على كده، الفرسيين يمشوا اللي يجلجلوا والسيدي سيدي. فلما شافوا التلاميذ بالمنظر ده حبوا الله. احنا كده لما شفنا الناس متضعين محبين نجذب الناس للمسيح، احنا مدعوين لدي. فالعثرة هي كده. اكبر عثرة لما اشوف كهنة يختلفوا مع بعض او يتكبروا او عصر. المسيح مأمن الكنيسة والخدام بالسر التواضع ده، وانه للعالم من العثرات. وبعدين قال اللي هيعمل العثرة ده، طبعا احب اوضحها لانها صعبة وتقيلة علينا انه تطلع من بق المسيح، يعني انه خير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في البحر. تقيلة على ودنا من بق المسيح تطلع الكلمة دي، ولكن احب اوضحها. الحجر الرحى التقيل ده اللي يتربط في عنق الانسان، ما هو ده الذات، ما دي الخطايا، ما دي عصرات العالم. شفتش واحد عبد للشهوات، عبد للاكل، عبد للشرب، عبد للنجاسة، عبد متربط مش قادر يتحرك، غرقان في بحر العالم مش قادر يطلع. ادي كلام المسيح. المسيح طيب حنين، مش بتاع ان يشوف واحد يتربط في عنقه حجر راحة، لا لا، كلامه روح. فالمعنى المقصود انه اللي بيقع في حتة الاشمعنى والذات كأنه تربط بحجر راحة وترمى في بحر العالم. احنا مطالبين ان احنا يعني ما نبقاش سبب عصرة لأولادنا، بيوتنا، للعالم. المسيح إلهنا ينعم علينا ان احنا نكون تلاميذ مقدسين مستأمنين ان احنا نحمل نوره للعالم كله. لربنا المجد للأبد، آمين.